السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة رابعة؟ عاملين ايه؟ الاكتيفيتي نمبر 9 في كونسبت 1 ده كان المفروض مع يعني او جزء مع الفيديو اللي فات في ليسون 3، بس هو حصل مشكلة ان انا بعد ما سجلت الفيديو، فوانا بمنتج الفيديو لقيت الاكتيفيتي نمبر 9 كله بنهاية الفيديو متسجل صوت بس والصورة ثابتة على الصفحة اللي قبليها، يعني على الصفحة دي. فانا ايه هعيد تاني تسجيله دلوقتي ليكو وهنزله لكم ان شاء الله قبل ليسون 4، يعني هتلاقوا الفيديو دوت نزل قبل ليسون 4 اللي المفروض بينزل الساعة 6، فليسون 4 هينزل في ميعاده عادي خالص الساعة 6، والجزء ده اللي هو المفروض بارت 2 من ليسون 3 هنزله لكم قبلها على طول الساعة 4 او الساعة 3، بحيث ان انتوا تعرفوا تذاكروه براحتكم. يعني اكتيفيتي نمبر 9 بيتكلم عن لانشينج ساتلايت، يعني ازاي بنقدر نطلع ساتلايت للفضاء. فقال لي عشان اطلع ساتلايت في الفضاء، الساتلايت دوت جهاز زي مثلا الراوتر كده عندنا في البيت او اي حاجة، بس هو جهاز بيستقبل وبيرسل، بيستقبل سيجنالز وبيرسل سيجنالز. فالجهاز ده عشان اطلعه في السبيس في الفضاء، فانا بشيله على روكت، بشيله على صاروخ، واول ما الروكت ده يطلع للفضاء يسيب الساتلايت دوت في الاوربت بتاعه او في المدار بتاعه حول ايه الارض. احنا خدنا قبل كده في ليسون 3 الفورس، وازاي الفورس دي ممكن تكون عكس اتجاه الموشن بتاعتي فتسبب البطء بتاع الحركة بتاعتي، زي الفريكشن فورس كده. الفريكشن فورس دي قوة بتنشأ نتيجة ايه الروب اجينست روبينج اوبجكتس اجينست ايتش اذر، يعني احتكاك الاشياء عكس بعضها. زي كده التايرز بتاعت العربيه لما بتتحرك على ارض فهي بتحتك بالروك الارض اللي تحتها او الصخور اللي تحتها، فده بيسبب ايه بطء الحركه. وكمان بتحتك بالجزيئات الصغيره بتاعت الاير اللي موجوده في الهواء، فده بيسبب برضو بطء الحركة بتاعتها، ولو الوقود خلص منها فده بيسبب توقف الحركة خالص، تفضل تبطأ 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 لحد ما تتوقف. العلماء بقى لقوا ان في الفضاء في السبيس مفيش اير، يعني احنا عارفين ان الاتموسفيريك اير ده موجود في الغلاف الجوي للارض بس، لكن لما بنطلع في السبيس مفيش اير. عشان كده لو اتكلمت في الفضاء، يعني اتكلمت كده زي ما احنا بنتكلم كده دلوقتي بدون اي وسيلة نقل للصوت، محدش هيسمعك، يعني هتفضل تتكلم واللي قدامك ممكن يكون واقف قدامك بينك وبينه مثلا نص متر بس وبرضه مش سامعك، لان مفيش جزيئات هواء تنقل الموجات الصوتية. لكن طبعا ممكن اللايت ويفز تتنقل عادي. فاحنا دلوقتي هناخد مع بعض لانشينج ساتلايت، ازاي الساتلايت دوت بيبدأ نطلقه في الفضاء في مراحل متقسمة لثلاثة. اول مرحلة خالص بيفور لانشينج، بيفور الايه الروكت ده لانشينج، اول حاجة every new satellite is carried into a space by a rocket، يعني اي ساتلايت جديد عشان اطلعه للفضاء فانا محتاجة اشيله على روكت، على صاروخ. طيب الصاروخ دوت بيقف على لانش باد زي دي، منصة اطلاق بيكون عليها الروكت شايل جواه الساتلايت، القمر الصناعي هو ده الساتلايت. فبيفور لانش قبل الاقلاع الروكت ده بيكون ستيل، بيكون في حالة سكون، ساكن تماما، مفيش اي موشن. فالفورسز بقى اللي اكتنج ابون ايت ار ايه بالانسد، زي ما قلنا كده ان اي جسم فيه حالة سكون بيبقى الفورسز المؤثرة عليه بتكون ايه بالانسد، متزنة تماما. طيب during launch بقى المحركات بتاعته هتبدأ تشتغل وتبدأ تدفعه push it towards the sky، تدفعه للسماء أو للسبيس، فالقوة المؤثرة عليها تبدأ تبقى ايه unbalanced forces، يعني قوة غير متزنة، فبيبدأ ان هو to move away from the earth، بيبدأ ان هو يبعد عن الأرض. يبدأ القوة الغير متزنة دي بسبب ايه؟ بسبب ان المحركات اشتغلت وبتبدأ تدفعه أو to push it towards the space، بتدفعه للفضاء away from the earth's surface، يعني بعيد عن سطح الأرض. طيب once the rocket in the space it can release the satellite into its orbit، يعني أول ما يبدأ الصاروخ ده يوصل للفضاء، يعني خلاص هما تم برمجته على إن هو لما يقطع مسافة معينة، والمسافة دي بتكون بعد ما يخرج من سطح الأرض والغلاف الجوي للأرض، يقدر release the satellite، يبدأ إن هو يحرر إيه؟ يبدأ ان هو يطلق القمر الصناعي into orbit في الاوربت بتاعه.
بيبداوا بيطلقوا طبعا بسرعه معينه او ريليزز ات باي فورس معينه، بيدفعوا بفورس معينه بقوه معينه، فالساتلايت دوت بيكتسب موشن حركه ليها سبيد معينه. طيب في الساتلايت بقى في السبيس بيبقى بيعمل ايه بقى، بيعيش ازاي الساتلايت ده، بيعيش ازاي في السبيس؟ اول حاجه بيقول لي الساتلايت كان كيب ترافلينج ات ذا سيم سبيد، بيقدر ان هو يفضل ماشي بنفس السبيد فور هاندردز اوف يير، لمده مئات السنين. ليه يا ميس الكلام ده؟ because there is no air in the space، مفيش اير في الفضاء، مفيش حاجه بتسبب بتعمل له فريكشن، او مفيش قوه مؤثره في الاتجاه المعاكس للحركه بتاعته عشان خاطر توقفه. هو خلاص الروكت اطلق الساتلايت ده، تخيل ان هو ده الساتلايت مثلا ماشي، فالروكت اطلقه او ريليزز ات باي فورس معينه، عمل له بوش فورس معينه فسببت حركه بسبيد معين بسرعه معينه. طول ما هو ماشي حول الارض، تخيل ان دي الارض اهي، هو بقى هيفضل ايه اوربت كده اراوند ذا ايرث بالشكل ده، هيفضل ماشي بنفس السرعه دي، لان مفيش اي حاجه بتاثر عليه، مفيش اي قوه معاكسه ليه بتاثر عليه. مش زي العربيه، العربيه اللي بتكون مثلا ماشيه في الشارع المحركات بتاعتها بتدفعها بفورس معينه بقوه معينه، بس مجرد ما الفيول الوقود اللي بيوقف المحركات، يعني المحرك هو اللي بيعمل ايه بوش ذا كار، لكن المحرك ده عشان يشتغل فهو بيحتاج ايه فيول وقود، يعني الفيول ده للمحرك، المحرك ده هو اللي بوش ذا كار، هو اللي بيدفع العربية انها تمشي. اول ما الفيول ده يخلص فالمحرك هيبطل شغل، فهيبطل يدفع العربية في نفس الاتجاه، فسرعة العربية هتتوقف. ليه؟ لان الفريكشن فورس الناتجة عن الاير، ناتجة عن الهواء والروكتس اللي موجودة على الارض، احتكاك التايرز بالروكتس اللي موجودة على الارض، الفريكشن فورس دي هتكون اكبر بكتير من الفورس اللي بتدفع العربية in motion او in the direction of motion في اتجاه الحركة، فهتسبب ايه ان العربية تقف. اما بقى الساتلايت in the space، الساتلايت مفيش اي فورس معاكسة للفورس بتاعته اللي هو اكتسبها خالص من الصاروخ، بعد ما الصاروخ releases it into its orbit، اول ما الروكت اطلق الساتلايت في الاوربت بتاعه في المدار بتاعه حوالين الايرث حوالين الارض، بدأ ان هو to move with speed معينة، بدأ ان هو يتحرك بسرعة معينة في الاتجاه بتاعه كده حول الارض. ايه اللي هيخلي يغير من سرعته او يوقف او اي حاجة؟ مفيش اي فرصة تاني، هو الفرصة اللي معاه اللي عنده دي اللي زقته في الاول خالص، خليته يكتسب طاقة حركة، طاقة الحركة دي لها سرعة معينة واتجاه معين هو فضل ماشي فيه، لحد بقى ما تيجي سيليستيال بادي ولا حاجة تخبط فيه وتخليه يغير ايه اتجاهه او يغير سرعته. يبقى احنا كده عرفنا because in space there is no air، في الفضاء مفيش هواء، so there is no friction، مفيش ايه مفيش احتكاك slow down the satellite بتسبب ان هو يبطأ من الحركة بتاعته. طيب تعالوا بقى كده نشوف a satellite can keep traveling at the same speed of 400s of years due to the presence of friction force in the space، يعني الساتلايت ممكن يفضل مسافر بنفس السرعة for hundreds of years لمئات السنين بسبب وجود friction force in the space. هل في friction force in the space؟ لا، مفيش friction force in the space. وكمان لو في friction force in the space ده مش هيخليه يسافر بنفس السرعة، ده بالعكس هيخليه ان هو تستوب يتوقف بعد شوي، سرعته هتبدأ تبطأ واحدة واحدة slow down وبعد كده ايه يتوقف. يبقى طبعا الايه الجمله دي غلط بكل المقاييس. نمبر 2 بيقول لي during launch a rocket، لما بنيجي نطلق صاروخ للفضاء it can move away from the earth due to the balance forces that act on it، هو الصاروخ ده ممكن ان هو يبعد عن الارض بسبب القوى المتزنه اللي بتاثر عليه. الاجابه طبعا false. ليه؟ لان احنا قلنا القوى المتزنه دي بتاثر عليه لما بيكون في حاله still، لما بيكون في حاله سكون يبقى هو كده تحت تأثير قوة متزنة، مفيش حاجة بتدفعه ناحية أي اتجاه. أما لما يبدأ إن هو to move away، لما نحب إن هو نبعده عن سطح الأرض from away from the earth's surface، يبقى لازم يكون في unbalanced forces بتأثر عليه. ال unbalanced forces دي إن في قوة دفع من المحركات اللي تحت بتدفعه إيه؟ بتدفعه ناحية الـ space ناحية الفضاء. يبقى الإجابة طبعا إيه يا ولاد؟ false.
طيب نمبر 3 بيقول لي the rocket stays still، الروكت ده بيفضل ثابت because the forces acting on it are unbalanced. برضو غلط، لان احنا لسه قايلين اهو لو هو still يبقى الفورسز اللي acting on it are a balanced. طيب في سؤال الجيف ريزون ده بيقول لي a satellite can keep traveling in space at the same speed for hundreds of years. ليه الأقمار الصناعية ممكن إنها تفضل تسافر في الفضاء أو تتحرك في الفضاء لمئات السنين من غير ما سرعتها تتغير؟ ده طبعا بسبب عدم وجود الفريكشن فورس. هنقول because، فالإجابة يا ولاد هتكون إيه؟ because there is no air in space so there is no friction force to slow down the satellite. مفيش في air يبقى مفيش friction force تبطأ سرعة الايه الساتلايت اللي هو القمر الصناعي. بكده يا ولاد نكون الحمد لله خلصنا شرح ليسون 3. انا طبعا عدت الشرح ده تاني من الاول، يعني مسحت كل اللي انا كنت كاتباه قبل كده وعدت لكم الشرح التاني من الاول. اتمنى تكونوا فهمتوا. لو في اي حد مش فاهم اي حاجة اكتبوا لي تحت في التعليقات يا ميس انا مش فاهم، او حط السؤال بتاعك. ان شاء الله باذن الله هنزل لكم بكرة اخر درس، ويوم الخميس باذن الله هننزل الفيديو بتاع حل اسئلة بنك المعرفة، ويوم الجمعة هستناكم الساعة 7 ان شاء الله باذن الله عشان نحل مع بعض اسئلة كتاب المعاصر. جهزوا كده كتاب الاكسرسايز بتاع المعاصر وتعالوا نحل مع بعض على الكونسبت ده كله. واي حد حل قبل كده اسئله وقف قدامه سؤال ارجو ان هو يعلم عليه ويجهزه ويبقى يكتبه لنا، واحنا قاعدين كده نحاول ايه نحله مع بعض. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.